هل تعرضت في يوم من الأيام إلى تنمر من قبل أصدقائك أو استهزاء أشعرك بالإهانة بسبب قصر قامتك؟ هذا الفيديو سيحل مشكلتك. لم يتوانى الطب في يوم من الأيام عن اختراع حلول لكل المشاكل التي قد نواجهها، لكن أن يصل بهم الحال لإيجاد حل لمشكلة قصر القامة وإخضاع الراغبين إلى عملية جراحية تعمل على زيادة طول قامتهم سنتيمترات عن وضعهم الطبيعي بعد نفاذ كل الحلول التي حاولوا كثيراً التوجه إليها بدون فائدة. لا عليك، ما تحتاجه الآن هو ما يقدر ب 75,000 دولار للعملية الجراحية، وستكون كما تريد. في هذه العملية الجراحية التجميلية لقصر القامة يدخلون المريض إلى عملية ليست بالبسيطة، يقومون فيها بقص عظام الساق، وتكون عملية القص إما من خلال عظمة الفخذ أو الساق، ثم يتم إدخال جهاز للمنطقة التي قصت ليقوم هذا الجهاز بمدها وتطويلها بشكل بطيء وعلى مراحل تدريجية، مما يجعل الشخص أطول بشكل دائم وليس لمدة زمنية معينة. إنها عملية جراحية تعتمد على الأشعة السينية، حيث يقومون بإجراء شقوق صغيرة بمقدار 4 إلى 6 شقوق في الساق لإنشاء نافذة للوصول إلى الجزء المجوف من العظم، ومن ثم يقوم الأطباء بإدخال جهاز متصل بجهاز تحكم عن بعد خارجي يتحكم فيه المريض بنفسه، وبمجرد ضبط الجهاز يتم وضع مسامير في أعلى وأسفل الجهاز لتثبيته في الموضع. المثير للاهتمام أن تطويل الأطراف يحدث بعد الجراحة ومع استخدام جهاز التحكم الخارجي عن بعد من قبل المرضى أنفسهم لزيادة طولهم بشكل غير جراحي بمقدار مليمتر كل يوم بلمسة زر واحدة، وللحصول على نتائج أفضل يكون هناك حاجة للعلاج الطبيعي بعد الجراحة لمدة تصل من 2 إلى 4 أسابيع من التئام الجرح. يمكن أن يصبح المرضى أعلى بمقدار 5 أو 6 بوصات من طولهم الأصلي، وبعد حوالي عام تبقى العظام والأنسجة ممتدة طوال العمر. عمليات إطالة الأطراف هذه ليست الأولى من نوعها، فمنذ قرن تقريباً أجرى معهد ليمب بلاستيك إكس أول عملية جراحية بغرض تجميل لقصر القامة، وكانت هذه التقنية تستخدم سابقاً للمرضى الذين يعانون من جروح تعرضوا لها في الحروب أو حوادث السيارات أو غيرها من الأحداث المؤلمة، مع العلم أن أكثر من 90% من المرضى الخاضعين لهذه العملية هم من الذكور، ومعظمهم في عمر متوسط يتراوح بين 20ات و30ات، يسعون إلى زيادة متوسطة بطول 3 بوصات على طولهم الأصلي.